هلا خلينا ننتقل لآخر مسألة رقم 5. زار حديقة الحيوان في فصل الربيع 347 شخصا، و يعني زائد 415 شخصا في فصل الصيف. أما في فصل الخريف فقد زارها 141 شخصا. فكم شخصا زار الحديقة في الفصول الثلاث؟ المطلوب مني بدي أعرف كم عدد الأشخاص اللي زاروا حديقة الحيوان في ثلاث فصول، في الربيع والصيف والخريف. شو بدي أعمل؟ بدي أجمعهم كلهم مع بعض. هلا عندي هون ثلاث أرقام، لما يكون عندي ثلاث أرقام رح أعمل خاصية الجمع، رح أجمع العددين هدول اللي هم 347 زائد 415. يلا، أحد عشرات مئات، أحد عشرات مئات. هلا عندي 7 زائد 5 يعطيني العدد 12، 2 وبحط فوق منزلة العشرات، 1 زائد 4 5، 5 زائد 1 6، 3 زائد 4 يعطيني العدد 7. هلا عندي هذا الجواب، ضل عندي هذا الرقم ما جمعته، بحط زائد بنزلها 141. يلا، 1 زائد 2 يعطيني العدد 3، 6 زائد 4 يعطيني العدد 10، 1 زائد 7 8، +1 9، بطلع عندي الجواب 903 زائر. هلا بدنا شو نعمل؟ بدنا نقرب. شايفين الأرقام اللي بالأزرق؟ رح أنزلها زي ما هي حتى أقربها لأقرب 10. يلا، الثلاثة هون عندي إياها بنزل المئات زي ما هي لأنها ما بديها، بدي منزلتي المئات. الأربعة قدامها 7 بتعطي ولا ما بتعطي؟ بتعطي، تصير 5. 4 بنزلها المئات، الواحد الخمسة بتعطي الواحد، بتعطي، إذا 2 0، زائد بنزل المئات، الأربعة قدامها 1، الواحد ما بعطي، فبتصير عندي 4 و0، وبجمع 0 زائد 0 زائد 0 يعطيني 0، 5 زائد 2 7، 7 زائد 4 11، بحط 1 هون، 3 زائد 1 4، 4 زائد 4 8، +1 9، وهيك يا مس بنكون حلينا الأسئلة. هلا مطلوب منكم تحلوا في كتاب التمارين صفحة 26 من 1 إلى 4، حلوهم وبعتيلي إياهم على الإيديونيشن، ويعطيكم ألف عافية.